شبيبة القبائل وشبيبة برج ملايل. إذن غياب عدان وكذلك غياب بنقاسي بسبب إصابة. تشكيلة الفريقين بالنسبة لاتحاد البوليدان فريق كامل، حموش، حمروني، ساكر، علاق، زان، سلمي، قاسي سعيد، مني، شمبيط، زواني رضا وزواني بلال، يعني الفريق كله كامل. شرقي في الاحتياط، عندنا الشرقي، صابر، علي مسعود، السعودي وجلولي. بالنسبة لشبيبة القبائل عندنا كما حمداد، أيت عبد الرحمن بن حملات، حمروش، رحموني، مفتاح، حاج، عدلان، أماوش، ترمول، دودان وموسوني. الاحتياط إزري الحارس الثاني، أيت طاهر، عماري، خاطي وأوار. هذا إذن جناح شبيبة القبائل. أول غلقة حقيقة للدفاع وموسوني، هذا بعد 17 دقيقة. شوف التمريرة هذه، وموسوني ضرب الكرة بالرغم من المراقبة من ساكر، المراقبة يعني حقيقة ما كانتش قوية. غير مباشرة، كاد بلال، لولا تدخل موفق من عمروش. شوف كذلك رقم سبعة، حاج، وكاد حاج ضيف هدف آخر. قوية، والجدار مكون من خمس لاعبين، يرجع الكرة مرحموني وتصبح ترجع إلى زاد، وهجوم معاكس عن طريق زواني بلال، وهدف التعادل. هدف التعادل بعد قاسي سعيد. شوف الإعادة للقطة، فرحة عند اللاعبين، فرحة عند قاسي سعيد اللي شفنا زواني بلال. شوف الإعادة إذا ممكن. انطلق هو زواني بلال وسجل الهدف. وهذا جناح اتحاد البوليدان مع ملعب الشوف، مفتاح في صراع مع سلمي، مفتاح داخل المنطقة، مفتاح ويجرب حقه، حاول يفوز الكرة بالرجل اليسرى وكانت الزاوية مغلقة تماما. دودان جيدة، دودان راح يرفعها، لا يمر دودان، وحاجة فرصة لا تعوض، حاج ضيعها. كان شنبيت على ميكوني بالفعل، ساكر سلها شبه تصوير وبصعوبة، حملت بصعوبة كبيرة القائم، وبلال سجل. بلال زواني سجل في الثواني الأخيرة من اللقاء. دوليب نسيب بالبرج أرفض الهدف مسجل من طرف بلال زواني. أرف هنا، شوف الدنيا، إذا في خطأ ضرب الكرة بيده أو براسه، يبدو لي بيده. وش قانون واضح، ما نجموش نخليه هدف يسجل باليد، لأنني ما رناه في لاحة بيد، وكنت رفضت الهدف، في عدة مشكلة. بلال زواني، خاسي سعيد موجود في وضع التسلل في الوسط الكرة، وعمروش بصعوبة. بلال زواني مع شقيقه مليحة، رضا، رضية، وعمروش خرجها بصعوبة. أول تقريب مباشرة بعد مغادرة الفريق من طرف سعد ويسجل. فريق شبيبة القبائل متفوق. زواني رضا، كما قلت كل مشوار رياضي في صفوف اتحاد البوليد. لا يسجلش وتفوز شبيبة القبائل. زواني رضا ما يسجلش،
وتفوز وتتأهل شبيبة القبائل بفضل ضربة الجزاء 3-2. وهكذا شبيبة القبائل الفائزة بالكأس في الموسم الماضي تتقابل